في الواقع الآن الفصائل دخلت بمواجهة مباشرة مع الوجود الأمريكي، وبالتأكيد سيكون هناك رد من الولايات المتحدة على هذه الاستهدافات إن لم تقم الحكومة العراقية بمنعها، عندما يتم استخدام طائرتين مسيرتين، واحدة تصل إلى قلب قاعدة عين الأسد والأخرى يتم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية، مما يعني أن المواجهة ستكون بشكل أكبر، وأن هناك الكثير من الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران قد تستهدف هدف المصالح الأمريكية ليس في قاعدة عين الأسد، قد يكون السفارة الأمريكية، قد يكون قاعدة حرير في إقليم كردستان، أو قد يكون حتى إقليم كردستان نفسه معرض لهكذا هجمات. أيضا استخدام الأراضي العراقية مثل ما حدث قبل أشهر، يعني مثلا في محافظة نينوى في منطقة ربيعة تحديدا باستهداف حقل العمر النفطي الموجود داخل الأراضي السورية، هذا كله سيعقد المشهد. اليوم مثل ما يعلم الجميع، نعم هناك استقرار أمني نوعا ما، لكن بنفس الوقت هناك وضع سياسي هش، هناك انقسامات كبيرة سواء داخل البيت السني، داخل البيت الكردي، داخل البيت الشيعي، وهذا بالتأكيد مثل هكذا هجمات وإقحام العراق في مثل هكذا اقتتال بالتأكيد سيرتد على الداخل العراقي، والذي سيدفع العراق والعراقيين أولا وأخيرا ثمنه الوحيد. طيب اليوم نلاحظ هناك تطور أيضا لافت بما يخص موضوع فصيل قيس الخزعلي، يعني بالرغم من كونه داعم لحكومة السوداني إلا أنه أيضا أعلن لنهاية الهدنة، هل سنشهد مزيد ربما من التصعيد خلال الأيام المقبلة؟ يعني بالنسبة لقيس الخزعلي، أنا حقيقة أشكك بمثل هكذا بيان. اليوم قيس الخزعلي لديه طموحات سياسية كبيرة جدا، ولن يسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة، لديه طموحات أن يحقق أغلبية نيابية، لديه طموحات أن يتم إقالة فالح الفياض وتنصيب شقيقه ليث الخزعلي على رئاسة الحشد الشعبي. لهذا أنا أعتقد أن البيان قد يكون للضرورة الإعلامية وليس ليس من اجل المشاركه الفعليه بالقتال مع القتال الامريكان داخل العراق. طيب